أخذنا في الدرس الماضي أقسام الدعاء. نعم. أقسام الدعاء ينقسم الدعاء لقسمين. نعم. الأول دعاء عبادة. دعاء عبادة صرف لغير الله شرك أكبر، صلى صام حج لغير الله. الثاني دعاء إدارة، دعاء مسألة، دعاء طلب. وهذا ينقسم إلى قسمين، فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر، وفيما يقدر على المخلوق قلنا يصح بكم شرط؟ أربعة. بشروط أربع: أن يكون الطلب من حي لا من ميت، من حاضر لا من غائب، قادر لا من عاجز. سبب: ما لو اعتقد أن لهذا تصرف خفي في الكون أو بيده جلب المنافع ودفع المضار. تمام. مثل الدعاء الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة، يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بهذه الشروط الأربع. اختل شرط من هذه الشروط الأربع انتقل هذا من الجواز إلى الشرك، والله أعلم.